بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس. إضافة على الجملة الافتراضية، الرجاء مشاهدة الوصف. طيب اليوم راح أتكلم عن اللي هو سيرفر السامبا. طبعا سيرفر السامبا أنا قمت على الدروس السابقة وعدلت، سويت له ترقيم علشان تقدر تمشي عليهم بالأرقام، ممكن يطلعون بالجهة اليسرى أو بالجهة اليمنى على حسب اللغة عندك مقترحة لك إنك تشوفهم. فأنا سهل لك عملية إنك تمشي معهم بالترتيب، سهل علي عملية الدرس اليوم وامشي معهم بالترتيب علشان ما حد يسأل عن سؤال وأنا شارح قبل. طيب اليوم معنا أداة اسمها جي أدمن تول، أوكي، أو جي أدمن سامبا، أوكي. طبعا الجي أدمن تولز بشكل عام موجود على الديبيان ترى، أوكي، يعني مستودعات الديبيان افتراضيا. أبونتو مو متأكد، لينكس مينت أوكي متأكد لينكس مينت موجودة، لكن بما أنه موجود بلينكس مينت راح تكون موجودة بالأبونتو، أوكي. طيب طبعا بقيه التوزيعات انا ما جربت لا على الفدورا ولا على الزوزه، لكن موجوده على الارتش لينكس، موجوده على الديبيانيات بشكل عام. طبعا احنا سوينا السيرفر حقنا على ديبيان، ممكن تسوي انت على اي شيء ثاني، اوكي. لاحظ ان راح نكمل درس اليوم ان شاء الله على اللي هي الارتش لينكس، ونفس الطريقه ونفس كل شيء، اوكي. اول شيء كيف تثبت الاداه هذه؟ الاداه هذه عباره عن اداه رسوميه للتحكم بكامل السيرفر. احنا سابقا تكلمنا عن السيرفر، لكن الاداه الرسوميه بسيطه اللي تسمى سيستم كونفكس، حقت مستخدمين عاديين او حقت مشاركه منزليه. لكن عندك مشاركه كبيره وعندك سيرفر عليه واجهه رسوميه، تقدر تستفيد من الاداه هذه. اذا عندك سيرفر ما عنده واجهه رسوميه، تعلم تطلع اوامر الخاص بالسامبا، وتكلمنا عن بعض الاشياء البسيطه الخاصه بالسامبا وجدا سهله، اوكي. كيف تثبته؟ سودو ابت جيت انستول جي ادمن تولز، اوكي. انا ما ادري هل هي جي ادمن تولز بالشكل هذا او في فاصله لاني ناسي، اوكي. فانت راح تثبت الجي ادمن تولز، ماشي. ممكن انك تحدد السامبا فقط بالشكل هذا، اوكي. طبعا انت عشان تريح راسك ابحث بمدير الحزام اللي عندك، سنابتك اي شيء. طيب فدورا والزوزة مستخدمينه، اذا الاداه هذه موجوده على التوزيعات رجاء نحطه تحت تعليق عشان نحطه بالوصف، اوكي. الحاجه الثانيه كيف تثبته وكيف وجدته على الارت لينكس، تحصله بالاي يو ار اسمه جي ادمن سامبا بالشكل هذا، انتر. جميله جدا، هذه هي الجي ادمن سامبا. طبعا بعد ما نثبت الاداه هذه على الارتش لينكس او على الديبيان او ايا كان، راح نفتح الاداه الحين. طبعا اول ما تفتح الاداه راح اسالك عن الباسورد. اليوم راح نتعرف على الاداه بشكل سريع، تمام. طبعا الاداه هذه بسيطه جدا، طبعا ممكن ما تحتاج شرح اذا انت شاهدت الدروس اللي راحت تدخل مباشره هنا، لكن في بعض النقاط الرئيسيه راح اتكلم عنها الحين، اوكي. اول شيء في عندك القائمه اللي فوق اللي موجوده هنا، ايش فيها؟ في اكتيفيت. طبعا لاحظ السيرفر هنا الحاله حقته ستاتس اكتيفيتد، ممكن تسوي دي اكتيفيت عشان يوقف السيرفر ما يشتغل، يصير ما في مشاركه ملفات، اوكي. فممكن تسوي اكتيفيت من هنا مره ثانيه. ابلاي، الفائده منه انه لما تسوي اعدادات معينه خاصه هنا، اوكي، تسوي على ابلاي بحيث انه يسوي له حفظ، اوكي. السيتنجز، ملف الاعدادات الخاص بك، ممكن يكون عندك ملف اعدادات غير الافتراضي، اوكي. الافتراضي موجود هنا اللي هو etcsamba.smb.conf، اوكي. فانت افتراضيا راح تكون موجوده هنا الاعدادات، طبعا كنسل، اوكي. راح نشوف الحين ايش موجود عندنا بالتابات هذه، اوكي، اللي هي السينا، اوكي. طيب هذا اللسان الاول اللي هو السيرفر سيتنج. طبعا عندك السيرفر هوست نيم اللي هو اسم السيرفر، طبعا سميته جنو، اوكي. سامبا سيرفر هذا الكومنت. الورك جروب، طبعا انت اذا تبي تدخل السيرفر حقك ضمن مجموعات اللي هي الويندوز، انا ما ادري مجموعات الويندوز هل اسم ورك جروب افتراضيه ولا ما ادري عموما، بس انا شفت يعني اكثر مجموعه ويندوز اسمه ورك جروب، اوكي. في عندك اللي هو السكيورتي ليفل، لاحظ انه يوزر، طبعا تكلمنا بالدرس اللي راح نحطه يوزر. في حاجات ثانيه هنا، اوكي. الحاجات الثانيه اللي هنا ممكن انك تستغني عنها عن طريق اللي هو طبعا في حاجات خاصه بالحمايه والباسوردات كلها موجوده عند اللي هي بالجينو لينكس، ما نحتاج له، لكن ممكن بعدين نرجع لها على السريع، اوكي. في عندك اليوزرز، من هنا لاحظ انك تقدر تضيف مستخدمين بسهوله عن طريق الواجهه الرسوميه هذه. فانت اذا حاب تضيف مستخدم جديد، ما عليك الا انك تضغط على نيو يوزر، راح يعطيك معلومات افتراضيه، اوكي. فانت راح تكتب اسم المستخدم مثلا عبد المجيب، باسورد، لاحظ انك تقدر تسوي باسورد افتراضي على السريع من هنا، اوكي. فلما تحط على التحديث اعطاك باسورد عبد المجيب. المجموعه الخاصه بعبد المجيب مهم جدا انك تضبط المجموعه هذه، فانت ممكن تسمي المجموعه طبعا عبد المجيب ضمن مجموعه عبد المجيب او ضمن مجموعه اي شيء، اي تي، تيتشرز، اي حاجه. كومنت، تعليق، لاحظ ان الهوم دايركتوري، اوكي. الهوم دايركتوري هذا هو مجلد الهوم الخاص بك، هل تبي المستخدم يكون عنده هوم ولا لا؟ طبعا راح اكتب مجلد الهوم حقي، اوكي. بالنسبه للشل، احنا تكلمنا سابقا ليش ما نحط شل والى اخره، راح نتركه على الديف نول عشان يكون بدون شل. طيب الان اضغط على ابلاي، اوكي. تمت اضافه المستخدم الجديد، الان المستخدم هذا عنده قابليه انه يسوي اي شيء. هذه حاجه. الحاجه الثانيه، لو حاب انك تعدل على واحد من المستخدمين،
بس اضغط عليه تغير الباسورد، اضغط على تغير الباسورد من هنا ثم حط الابلاي. الان تم تغيير الباسورد حق عبد المجيب. في عندك الشيرز من هنا، لاحظ اللي هن الاشياء اللي مسوي لها شير انا هنا. طيب انا ممكن اسوي شير جديد عن طريق نيو شير. هذه لما اطلع نيو شير خخره راح يقول لك اكتب الحاجات اللي تبيها هنا ماشي. طيب شير نيم ايش اسمه مشاركه؟ فوتوز. اوكي شير دايركتوري ممكن تكتبه هنا مباشره، ممكن تضغط على هذه وتختار من اللي تبي هنا. والله ممكن نختار على مثلا اقول اقدر اوريكم قشي، خلينا نحط هنا مسار هوم عبد المجيب بيكتشرز مثلا ماشي. كومنت اللي هي مثلا شيرد فوتوز اللي هي صور مشاركه. ننزل تحت شوي نلاحظ الجماليات الجميله هنا. طبعا بالنسبه لي انا افضل البرنامج هذا على اني اكتب سطر اوامر، لان سطر اوامر ممكن تكتب سبيلنج وتجيب العيد. لاحظ allowed access او access allowed access denied، يعني ممكن تسمع مستخدمين معينين يدخلون، ممكن تسمع مجموعه كامله لكن ترفض مستخدم من هنا. رايت اكسس من تسمح لي اكتب الى اخره. خلينا نسوي اد اكسس بيرميشن اللي هي دخول. اوكي طبعا من بتسمح للدخول لوكال كمبيوتر او ريموت ماستر الدومين. تمام طبعا افتراضيا راح نترك على يوزرز، ممكن تحط على جروبز بالمناسبه لكن يوزرز افضل، تكلمنا سابقا عن هذه. اكسس الاوت او اكسس دينايد او رايت اكسس او شو الموضوع وش تبي تحطه. احنا راح نسوي اكسس الاوت اللي هو مسمح للدخول. اوكي طبعا ادمنستريتور اللي هم مديرين. نسوي فورورد راح يعطيك الحين المستخدمين الموجودين عندك. فانا راح اختار مثلا من هنا عبد المجيب امبورت يوزرز. خلاص لاحظ عبد المجيب الان دخل هنا ضمن المجموعه اللي هي مسموح لهم ان يدخلون. اوكي او مستخدمين عفوا ما له علاقه المجموعه. اوكي طيب جميل جدا. انت ممكن بالمناسبه انك ما تستخدم اليوزر ممكن تستخدم المجموعه مثل ما شرحنا سابقا. طيب الدايركتوري ماسك لاحظ انك ما عليك الا تكتب الارقام فقط. دايركتوري ماسك ممكن نحطه 775. كرييت ماسك كرييت مود ممكن نحطه 0770 زي ما سوينا سابقا. اوكي ممكن نخلي هذا بعد 770. اوكي فورس يوزر تكلمنا احنا ليش نستخدم فورس يوزر، عشان نجبر المستخدم يكون هو المالك لملفاته. فالفورس يوزر نكتب عنده مجيب هنا المجموعه المسؤوله عن الملفات هذه فورس جروب راح يسوي جروب مثلا اي تي مثلا. راح تجي هنا للاعدادات على السريع. لاحظ انها بسيطه جدا. ريد اونلي يس ولا نو؟ نو. اوكي افيلبل يس ولا نو؟ يس. براوزبل يس. رايتبل يس عشان خليه يقدر يكتب. ريكواير باسورد يس لازم احط باسورد. برنتبل يس ولا نو؟ قابل للطباعه. فايل لوكينج نو. ستيكت لوكينج نو. طبعا ممكن تحط يس مثل ما شرحنا في الدرس اللي راح. اذا خلصت مزبط الامور هذه اضغط على ابلاي. اضغط على شو اسمه؟ اد. اوكي لاحظ ان طلعت هنا الان عندنا مشاركه جاهزه. لاحظ سهوله ومرونه الموضوع. طبعا نفس الطريقه اذا بتعدل نفس الطريقه المشينز دومينز. طبعا المشينز اللي هي الاجهزه اللي موجوده عندك، فانت ممكن تضيف بعض الاجهزه هنا مو بلازم نتكلم عنها بعدين. هذه دومينز اذا عندك دومين معين للسيرفر طبعا ممكن تتحكم بهذه مباشره من هناك، لكن ما في حاجه هنا. اوكي كونكشنز اللي هي الاتصالات من هم المتصلين حاليا على السيرفر. طبعا حاليا ما في احد متصل هنا لكن ما خلنا نجرب على الجوال ما ادري اذا بيطلع ولا لا. هاي نمزح. اوكي خلونا نجرب نشوف بيطلع احد ولا لا. اوكي رن يا اخي ما مداك تخلص. هاي صح مغير الباسورد انا. كم اعطاني باسورد حق هذا اليوزر؟ نجيب خلنا نحط له 123123. ترى هي بغير الرقم عاد يفرح. طيب ابلاي. الان نجي الكونكشنز ونجرب مره ثانيه. نسوي ايديت اليوزر راح نكتب 6 وحدات 123123. اوكي اوكي it may take a few seconds. اقول يلا بس خلصنا ريفرش. اوكي لاحظ عبد المجيب ايش قاعد يسوي الحين. اوكي فانت من هنا ممكن تشوف المستخدمين ايش قاعدين يسوون. طبعا كل ما تسوي ريفرش يعلمك وشنو من المستخدم اللي داخل والى اخره. لاحظ انه طبعا عن طريق الجوال انا قاعد اسوي مزامنه للصور عن طريق السامبا، ميزه حلوه. تمام فانت تقدر تشوف المستخدم ايش قاعد يسوي. هذا اسم المستخدم، هذه المجموعه، الاي بي حقه، الكلاينت ادرس، تمام، الفايل، المستخدم حاليا الى اخره. طيب الديسك اللي هي خاص بالمعلومات عن الهارد ديسك والى اخره. سكيورتي اعدادات حمايه معينه هنا ممكن انك تسويها. تمام طبعا بنفس حكايه اليوزرز ريفرش كل شوي. الكونفجريشن بالنهايه اللي هو ملف الكونفجريشن حقنا اللي احنا سويناه، اللي هو ممكن انك تسوي اعدادات معينه بالمناسبه تقدر تنسخ هذه كباك اب وتحطها عندك. هي نفس الاعدادات اللي موجوده بالملف هذا ترى لو فتحته بتحصلها هنا.
اليوم درسنا مهم جدا، اذا عرفت له راح يكون عندك امكانيه انك تدير سيرفر السامبا باحتراف عن طريق هذا البرنامج بكل سهوله ويسر. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم في